مشاهدينا الكرام يسرنا ان نرحب بكم مره اخرى، كما نرحب بضيفنا الكريم هنا في الاستوديو المحامي والقانوني الاستاذ عبد الرحمن برمان. مرحبا بك استاذ عبد الرحمن. سوف نناقش انتهاكات ميليشيا الحوثي ضد الطفوله والمنظمات الحقوقيه، فمنذ سيطرتها على السلطه بقوه السلاح في سبتمبر من العام الماضي مارست ميليشيا الحوثي انتهاكات جسيمه وكارثيه تجاوزت جريمه اختطاف الدوله وملشنه مؤسساتها الى ما هو اخطر من ذلك، وهو محاوله اختطاف المجتمع ذاته. وتتضح مظاهر اختطاف المجتمع بالاعتداء على أهم ما فيه وهي الطفولة التي تعني بالضرورة المستقبل، فمنذ نشأت الجماعة حرصت على تجييش الأطفال في صفوف ميليشياتها وتلقينهم تعبئة دينية خاطئة تعتمد على تقديس السيد للوطن. وبعد تحكمها بالسلطة زادت انتهاكاتها ضد الطفولة اليمنية حتى أضحى الأطفال إما قاتل مجند في صفوفها أو مقتول بنيران عناصر ميليشياتها، إضافة إلى تشرد الأطفال ونزوحهم بسبب حروبها العبثية، ناهيك عن قيام الميليشيا بانتهاك آخر لا يقل خطورة والمتمثل في حربها على المجتمع المدني واعتقال ناشطيه أو تعذيبهم وملاحقتهم، علاوة على محاولة تشجير منظمات مدنية تسبح بحمد الميليشيا وتبرر جرائمها ضد المدنيين. مشاهدينا الكرام، هذا التقرير الذي يكشف جانبا من إحدى جرائم الحوثي في اليمن والمتمثلة بجريمة انتهاك الطفولة اليمنية، ونعود بعده للنقاش. اسم الجهادي أبو حمزة. اسمه الجهادي أبو حمزة، طفل لم يبلغ الحلم بعد، يدعو إلى الالتحاق بالمسيرة القرآنية المحمدية العلوية الحسينية الجهادية. أوصي أهلي وأحبتي وإخوتي المجاهدين وكل من يسمعني بتقوى الله والانخراط في هذه المسيرة الجهادية، المسيرة القرآنية المحمدية العلوية الحسينية الجهادية. هكذا لقنوه هذا الاسم الطويل لمعركة قصيرة خاضها في عدن، كان عوده الغض كغيره من الفتية الآخرين الذين ذهبوا إلى نفس المعركة فأصبحوا وقودا أخضرا لنيرانها. حمل السلاح وكان ثقيلا عليه، إلا أن تلك المهمة كانت أشد وطأة على براءة طفل هو أحوج ما يكون لمدرسة أو ملعب ورفقة. أنا علمت بأن القتل لنا عادة. طفل آخر يحفظ ما يقول جيدا من هتافات الموت وأدعية الفناء ليجسد الواقع المؤلم الذي يعيشه الأطفال في اليمن. عدد من هؤلاء الأطفال وقعوا أسرى وتحدثوا عن ظروف مجيئهم. قالوا لنا الحوثة عيدوا لنا سلاح ونحارب الدواعش في عدن، ما عاد بقى حاجة، ما عاد بقى قطرت الدواعش، ما عاد بقى إلا نأمن. جريمة الحرب هذه لا تقتصر على زج هؤلاء الأطفال في المعركة، بل بالتضليل عليهم وإيهامهم أنهم سيكونون في نزهة هناك حيث يستقر طموح الميليشيا بسيطرة كاملة على اليمن. اللهم لك الحمد ولك الشكر الذي رزقت بي الشهادة في سبيل الله. حملوهم من أحضان أمهاتهم وأمام منازلهم ومن قراهم، اضطرتهم ظروف المعيشة الصعبة على الدفع بأبنائهم إلى المحرقة، فكان الحصاد مرا. المناطق الشمالية الغربية من البلاد هي أكثر من تأثر باندفاع الأطفال والشباب صوب معركة خاسرة ذهبوا إليها تحت تأثير الخطب والدروس التحريضية التي تنمي وتثير لديهم مشاعر التعصب الفكري والمناطقي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الخلاصة أنا أكره الشمس ومن هي شعار الشمس. يقول البعض إن تعبئة الأطفال على قتال الناس لا يحتاج إلى جهد أكبر سوى محاضرات السيد وملازم شقيقه حسين والصرخة التي تشرعن للقتل والموت وتغذي الكراهية والحقد. مناشدات أطلقتها منظمات دولية لإنقاذ أطفال اليمن من محارق الحوثيين إثر تلقيها تقارير حديثة دقت ناقوس الخطر وكشفت عن تصاعد غير مسبوق لظاهرة تجنيد الأطفال في اليمن ووضعهم في الخطوط الأمامية لجبهات القتال. حرب كلفتها غالية، إلا أنه حينما يكون وقود المعارك أطفالا فإن هذه الكلفة لا تقاس بما يخسره اليمن في الحاضر، بل بالأثر السيء للحرب في وعي جيل سيسود المستقبل وسيترك بصمته عليه. اهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام، كما اجد ترحيبي بضيفي هنا في الاستوديو الاستاذ عبد الرحمن برمان الناشط الحقوقي. مرحبا بك استاذ عبد الرحمن. انتم كمنظمات حقوقيه كيف تتابعون هذا الجانب الكارثي للحرب الميليشياويه، استخدام الاطفال وتجنيدهم في هذه الحرب؟ بسم الله الرحمن الرحيم. اولا مساء الخير للمشاهدين قناه بلقيس.
وحقيقة أنا أشعر بألم شديد عندما نتحدث عن قضية الطفولة في اليمن، هي مأساة بكل معاني الكلمة. تقرير للأم لليونسف تابع لمنظمة الطفولة تابع للأمم المتحدة أكد على أنه في اليمن يموت يومياً 200 طفل بسبب سوء التغذية. يعني أطفال اليمن إما يموت بسبب الفقر الذي الفساد يشكل الأساس أو السبب الرئيسي للفقر، أو أن الأطفال تحولوا إلى كما ذكر التقرير إما قاتل أو مقتول في معارك يعني عبثية لا ندري يعني ما الذي يهدف من وراءها، اختلاق الحروب وقتل اليمنيين ويعني إيجاد الفرقة الاجتماعية وإيجاد الفتنة الطائفية، وأكثر ما وجود هذه الحرب هي هم الأطفال. هناك تقارير تقول أنه الأطفال يشكلوا 54% وهناك أكثر، لكن أنا شخصيا أعتقد أن الأطفال يشكلوا نسبة أكبر من 50% أو ما ذكرته بعض المنظمات 47%. الأطفال يعني لماذا تقوم الميليشيات المسلحة بأخذ الأطفال أو تجنيد الأطفال؟ هناك عدة يعني أسباب كثيرة، من ضمنها أن الأطفال أكثر استجابة لهذه الأفكار باعتبار أنه لا يستطيع أن يميز بين الـ يعني الصح والخطأ، لا زال عقله صغير. الطفل يفرح أنه يحمل البندق خصوصا من مناطق جبلية، مجرد أنه يحمل السلاح يحس بالرجولة، والتعبية الاجتماعية تقول هكذا أنه الأب والأم يقولون متى أراك رجل ومتى أراك تحمل السلاح، فوجد هذه الفرصة أن يحمل السلاح حتى يشعر برجولته. لكن اليوم الوضع تعدى يعني أصبح يعني خطر جدا. اليوم الكبار أصبحوا يفروا من المعارك من الحوثيين ولم يبقى إلا الأطفال، أصبح الحوثي بحاجة إلى تجنيد، لا يستطيع أن يجند الأطفال، الكبار يهربون، الكبار يستطيع أن يخلصوا أنفسهم، الكبار أصبح الحوثي لا يثق فيهم لأنهم يتركوا ساحات القتال. الحوثي في مرحلة من المراحل أحتاج الأطفال بس مجرد أن يكونوا قتلى، مش مقاتلين حتى، مجرد أن يكونوا قتلى. في معارك الجوف وفي معارك حجة كان يأتوا للطفل الذي قتل فيجدوا أنه يحمل آلي ولديه خزنة فيها 30 طلقة، والأمان مقفل، يعني لم يقاتل ولم يطلق طلقة واحدة، وإنما كان فقط وجد حتى يموت ويذهب إلى الجنة. ليش يهدف الحوثي إلى قتل؟ عملية القتل نفسيا كما يقول خبراء في الجانب العسكرية تعمل عملية إرهاق للخصم، مهما كان هذا إنسان ولو كان أعداء، عندما يرى أنه قتل أشخاص كثير يحصل له حالة إرهاق نفسي ولا يستطيع أن يستمر. عندما يحصل إرهاق بقتلة بالعشرات من الأطفال يأتي الحوثي بمقاتليها المدربين ويستطيع أن يهزم الطرف الآخر الذي هو يعيش حالة من الإرهاق بسبب قتال العدة أيام مع أطفال. من يتحمل مسؤولية هذا يعني هذه السلوكية؟ طبعا إذا ما استبعدنا الميليشيا على اعتبار أنها بالأخير ميليشيا إجرامية وإرهابية، يعني كمجتمع مدني كدولة كأسر يعني على من يقع العاتق الأكبر فيما يحدث للأطفال ويستخدمون بهذا الشكل؟ أنا أعتقد أنه الأسرة والمجتمع بشكل عام والمجتمع المدني. الدولة طبعا غائبة في ظل هذا، الدولة خارج، لكن على الدولة له عليها واجب وهي أن تحرك المجتمع الدولي. المجتمع الدولي اليوم يتعامل مع الجماعة الحوثي على أنها فريق سياسي. المجتمع الدولي اليوم يرسل طائرات لنقل يعني فريق جماعة الحوثي المفاوض إلى عمان، يعني لا زال يتعامل مع جماعة الحوثي كطرف سياسي. وجماعة الحوثي نحن نعتبرها منظمة إرهابية، منظمة تمارس القتل، منظمة تنتهك حقوق الأطفال، حقوق النساء، حق المواطن، حق الإنسان في الحياة. منظمة مارست عمليات جرائم ضد الإنسانية، مارست جرائم حرب، وأعتقد أنها ربما تكون قد مارست جرائم إبادة باعتبار أنها توجه يعني عملية القتل التي تتم هي لأصحاب فكر أو هدف سياسي، اللي هم كل مناهض لفكرها السياسي هو هدف للقتل، وبذلك ربما نصل إلى جرائم الإبادة وهي أخطر جرائم انتهاكات حقوق الإنسان. الأسرة أيضا يعني لا تترك أبنائها يذهبوا إلى الموت، يعني نحن نرى الأم التي اليوم وصل يعني من رأينا قبل قليل ابنها يأتي ثم تذهب وتقول الله أكبر، والأب الذي يأتي يقول أنا سأرسل ابني الآخر يرسل إلى الموت. أيضا المجتمع بشكل عام عليه أن يقوم بعملية توعية. يا أخي عندك جيرانك، عندك أقاربك، عندك أصدقائك، عندك إخوانك،
الكل يوعي أن هؤلاء ذاهبون إلى الموت. جماعة الحوثي اليوم تنهار، جماعة الحوثي لكنها تعاند وتكابر، ولم يبقى إلا أن تقدم مزيد من الجنازات. اليوم قيادتها تهرب وتفر إلى الخارج، وأرسلوا أولادهم ونساءهم، وغادر الكثير منهم صنعاء، بينما هي تغامر بأطفال. نعم، ما هو التوصيف القانوني لهذا النوع من الجرائم، خاصة وأن اليمن يعني موقع على اتفاقية حقوق الطفل وعلى عدد كبير من الاتفاقيات تحمي المدنيين، اتفاقية حقوق إنسان وأيضا اتفاقيات الحروب؟ نعم، أولا هي خرق لقانون اتفاقية حقوق الطفل، وخرق أيضا للقوانين اليمنية، قانون حقوق الطفل الذي كفل حق الطفولة، وخرق للقوانين العسكرية اليمنية. القوانين العسكرية اليمنية لا تجيز تجنيد الأطفال من تحت سن 18 سنة، لا تجيز تجنيدهم. الأمر الآخر من الناحية التوصيف قانوني طبقا للقانون الدولي الإنساني وطبقا لقانون روما، يتندرج ضمن جرائم الحرب. جرائم الحرب تندرج هذا تحت يعني في ضمن اختصاصات اتفاقية روما، يعني تخضع قضية تجنيد الأطفال وزجهم في القتال لمحكمة الجنايات الدولية، يمكن أن يحكموا أمامها. وعندما يغيب القضاء الوطني ولا يستطيع أن يمارس دوره، وهو اليوم غائب، وربما نحن نعذر إن كنا نختلف مع القضاة في كثير من الأشياء، لكننا اليوم ربما نعذرهم باعتبار أن القضاء اليوم مختطف ولا يستطيع أن يمارس دوره. ونحن رأينا كثير من أعضاء النيابة ورؤساء النيابة يتحدثون هكذا، يقولون أنه إحنا لم نعد قادرين، نحن مجرد صورة وجدنا، يعني برغم أنه كان لا ينبغي لهم أن يتركوا هذه الجماعات تضعهم في هذا الصورة السيئة، لكن طبقا لقان اتفاقية روما عندما يعجز القضاء الوطني عن تطبيق القوانين يصبح الاختصاص للمحكمة الجنايات الدولية، ويدخل بذلك يمكن أن يحاكموا بارتكاب جرائم حرب. هو هذا السؤال، ما هي التبعات القانونية للجماعة يعني الميليشيا يعني تسبب رئيسي في هذه الجرائم، إضافة إلى كل من اعتقى عليه مسؤولية قانونية داخل البلد أو خارجها حتى؟ جماعة الحوثي طبعا هي تتحمل المسؤولية القانونية، وابتداء بمسؤول الجماعة عبد الملك الحوثي وأعضاء المكتب السياسي للجماعة وقياداتها الميدانية في المعارك، لأنهم كلهم جندوا الأطفال، وبذلك سنكون أمام عشرات أو ربما مئات الأشخاص من قيادة جماعة الحوثي يتحملون المسؤولية القانونية، يمكن أن يلاحقوا قانونيا وجنائيا، يعني إما عن طريق القضاء اليمني الذي نطمح أن يعود إن شاء الله بعد عودة الشرعية وبعد عودة السيادة للشعب، وإما عن طريق المحاكم الدولية. ونحن رأينا أنه مرتكب جرائم الحرب في البوسنة والهرسك وظل 20 سنة هارب، ثم بعد ذلك اضطرت بلده إلى أن تسلمه بعد أن كان يعد بطلا، والاتحاد الأوروبي رفض أن يقبل صربيا أو يوغوسلافيا صربيا أن تنضم إلى الاتحاد الأوروبي حتى تسلم هذا سيولاغوفتش الذي ارتكب جرائم ضد الإنسانية، ويأتي إلى السجن وينتحر أو يموت داخل السجن. هكذا مصير كل مجرم، كل من يرتكب جرائم مصيره الملاحقة والمطاردة، ويكفي أيضا لعنة التاريخ أنه سيسجل في لعنة، يعني سيلعنه التاريخ عندما يظل الأجيال القادمة وذاكرة التاريخ اليوم محفوظة بصور، عندما يروا صور الأطفال هؤلاء وكيف يقتلوا وكيف تزجبهم في المعارك، ستظل اللعنة تلاحق عبد الملك الحوثي وكل أعضاء جماعة الحوثي إلى قبورهم. أيضا هناك بطبيعة الحال لابد أن هناك مسؤولية أخلاقية تقع على المجتمع المدني بصفة رئيسية حيال هذه الجرائم، برأيك هل المجتمع المدني قام بالدور الذي كان ينبغي عليه أن يقوم به في هذا السياق؟ المجتمع المدني انقسم إلى قسمين، القسم الأول أصبح مع جماعة الحوثي يحصل على الأموال الكثيرة، وأصبح وتحول أعضاءه وقياداته إلى أثرياء من المبالغ الضخ، وأصبح يسبح بحمد الجماعة ويؤيدها ويركز على أشياء يعني على جزء ما يسميه بالعدوان السعودي وضربات الطائرات وغيرها، وترك موضوع الأطفال والقتل الأطفال وتجنيد الأطفال واعتقالات والتعذيب والصحفيين اللي اعتقلوا وهدم المنازل وتفجير المساجد والمدارس، احتلال الجامعات، احتلال مؤسسات المجتمع المدني، نهب. يعني تخيل أنه جمعية الكفيفات تحتلها جماعة الحوثي، احتلتها جماعة الحوثي منذ أول يوم دخلتها ونهبت كل ممتلكاتها. نعم. لم نرى منظمة من ضمن المجتمع المدني، كانت من أوائل المنظمات اللي تم. نعم، مؤسسة مستشفى اليتيم يعني يعتبر من أكبر المستشفيات في اليمن، يعني مكلف عدة مليارات الريالات ولا زال قيد الإنشاء،
كان موجود فيه بعشرات الملايين أو مئات الملايين من مواد البناء والكهرباء موجودة في المخازن تم نهبها، لم تدين منظمات المجتمع المدني. فمنظمات المجتمع المدني التابعة للحوثي ومنظمات المجتمع المدني أخرى إما مغلقة أو معتقل ناشطوها أو مطاردون، لا تستطيع أن تمارس نشاطها بحرية ولا تستطيع أن تقول يعني إلا جزء يسير، يعني حتى لا تتعرض، ما بقي منها لا يتعرض لعملية الإغلاق والاعتقال الناشطين ومصادرة يعني أثاثها وأدواتها. تعتقد هذا مبرر كافي مسألة الملاحقة والتضييق من قبل الميليشيا على منظمات المجتمع المدني؟ لا مبرر أنا كافي لتوقف عدد أبرر. كبير من المنظمات عن القيام نعم. بواجبها الأخلاقي والقانوني تجاه كلامك صحيح. هذا نحن لا نبرر هذا الأمر، المجتمع المدني يجب أن يقول رأيه بكل صراحة وبكل حيادية ولكن أنا أحكي عن الواقع الذي حصل، ولكن أنا أقول أنه يجب على المجتمع المدني أن يواجه هذه الميليشيات، ومواجهة مدنية، مواجهة الرصاص بالقلم، مواجهة المدفعية بالبيانات وبالكلمة القوية، ويجب أن يكون هناك يعني مصداقية في التعامل. نحن أمام قضية مستقبل الوطن، مستقبل الأطفال الذين يدمرون اليوم حتى الأطفال اللي ليست المشكلة مشكلة الأطفال حتى فقط الذين قتلوا، الأطفال الباقيين يعني تخيل الطفل الذي يقتل أخوه ويقصف المنزل ويقتل أخوه ويقتل أمه ويقتل أخته وكذا، كيف سيعيش حياته الطفولة؟ تخيل الأطفال الأيتام الذي قتل أباهم وهم يعني خارجون في الشارع ومارون في الشوارع أو ذهبون إلى أعمالهم، كيف سيعيش حياته؟ يعني سيكون لدينا جيل نحتاج إلى 30 سنة حتى نزيل التشوهات التي حدثت. نعم، هذه عن هذه التشوهات والآثار النفسية والاجتماعية وأيضا دور المنظمات المجتمعية في المجتمع المدني للتخفيف أو التقليل أو الرصد على أقل تقدير لجرائم التجنيد وتجيج الأطفال في النزاعات المسلحة، معنا الآن أيضا ينضم عبر الهاتف الأستاذ أحمد القرشي رئيس منظمة سياج للطفولة. مرحبا بك أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، بداية يعني كيف تتابع منظمات سياج جرائم الحرب المتمثلة بتجنيد أعداد كبيرة من الأطفال في النزاعات المسلحة وخاصة لدى الميليشيا في استخدامهم كمجندين للقتل والاجتياح في المدن الأخرى؟ نعم، طبعاً هي منظمات سياج مصادر بحالات كبيرة جداً في الصداع المؤثرات في اليمن، و للأسف الشديد لا توجد حتى الآن قدرة على المقدمة لهذه المشكلة، على أدوية الحكومات أساس الدولة مهارة وأساس المجتمع المدني كلها محاصرة ومغيرة عليها وإمكاناتها تكاد تكون منعدمة أو منعدمة، وبالتالي للأسف الشديد سيارة في مواجهة مشكلة تجنيد إرساك الطاقات المزاحمة المسلحة، يعني سيارات تتحدث جدا منعدمة، هناك ارتفاع كبير ومخيف في الأطفال في الموت على الأقل من أن بداية العام 2015 ارتفاع الشيوخ تتجاوز 400 من أكثر كميه بحسب ملاحظات رصد الاحتياج في المحافظات التي تشهد يعني جبهات حرب، هناك يعني ما يقرب من 4 إلى 5 ألف على الأقل تكبيرات دولية من الأطفال تم تجديدهم في معارك في عدن وفي تعز وعمرة مأرب والبيضاء وغيرها من المناطق، وهناك ارتفاع كبير في معدلات الاطفال الملتحقين بالجماعات المسلحه. نعم. نعم استاذ احمد، يعني ولو ان صوتك لم يكن واضحا يعني بصوره كافيه في ردك على السؤال الاول، لكن يعني دعنا ننتقل الى يعني مسؤوليه منظمات المجتمع المدني تجاه هذه تجاه المدنيين والاطفال بصفه خاصه، لاي مدى يعني نستطيع ان نتحدث عن رصد لهذه الانتهاكات وعلى الاقل حتى لا تقيد ضد مجهول وتذهب حقوق الاطفال والجيل القادم يعني هباء؟ هل هناك من تقارير تم يعني تقييد عدد الجرائم والأطفال الذين تم تجنيدهم في هذه الحرب؟ في اعتقادي أن منظمات المجتمع المدني الفاعلة في اليمن هي المعول عليها خلال المراحل ما بعد الصراع الحالي، نظرا لأن المؤسسات الدولية منهارة غالبا وبحاجة إلى الكثير من العمل، لكن هناك منظمات مدنية رائدة وتستطيع أن تقدم الكثير، وأعتقد أن منظمات المجتمع المدني لديها القدرة على التكليف العادي إذا ما توفرت البيئة المناسبة وتوفر التمويل الكافي لأداء المنظمات المدنية لدورها في اليمن.
وفق آليات ضامنة للوصال للمساعدات والأعمال الإنسانية، فأيضا عن عمليات الشرق والنهب التي نلحظها الآن للأسف الشديد. في منظمة السياسية نحن نراقب الوضع الإنساني في إيران بشكل كبير جدا، خاصة مع ثلاث الأطفال الجنود، وكثرة كثير من الأطفال وتلوث مساحات واسعة جدا من الأراضي اليمنية، وخاصة المدن الرئيسية المصطفى بمحمدات الأسلحة غير المنفجرة، وهذه تمثل مخاطر كبيرة جدا جدا. للأسف الشديد أستاذة، موضوع تجنيد الأطفال ليست مسألة آنية يمكن التغلب عليها بسهولة، ولكنها مشكلة تؤسس لمشكلات معقدة وكبيرة في المستقبل إن لم يتم تداركها بتفكير وبشكل إيجابي ووفقا لبرامج وآليات عمل ضامنة لنتائج تطوع تأهيل الأطفال الجنود، وأيضا رد التجارات التي كانت تؤدي إلى إسحاق الأطفال في القوات غير النظامية، ومن ذلك مثلا عدم وجود التشريعات واقتصاد مسألة الفقر والبطالة وعدم وجود المسؤولية المساءلة على أولياء الأمور وعلى المؤسسات الحكومية السلسلة. هناك عوامل كثيرة أيضا للجهة التعليمية الطاردة وغير الجانب الأطفال، هذه كلها ثلاثة متكاملة من المعالجات يجب أنها هي تقضي المشكلة قد تؤسس لي يعني موجات عنف مجتمعية مستقبلا وجريمة منظمة نعم استاذ احمد القرشي رئيس منظمه سياج الطفوله، شكرا جزيلا لك على هذه المداخله، ونعتذر لرداءة الصوت من المصدر للاستاذ احمد وايضا للساده المشاهدين. استاذ عبد الرحمن، الان الاثر النفسيه والاجتماعيه بالنسبه لجيل كامل من الاطفال بسبب هذه الحرب واثار الحرب وايضا التعبئه الدينيه التي كرست في اذهان جيل كامل من الاطفال، كيف يمكن ان يساهم قطاع منظمات المجتمع المدني في معالجه هذه الاثار؟ اولا منظمات المجتمع المدني لا تستطيع أن تقوم بجهد في هذا الجانب ما لم يكن هناك تعاون من قبل مؤسسات الدولة، يعني لابد، لأن الموضوع يعني كبير جدا وأكبر من حجم منظمات مستواها أو يعني مستواها أو الدعم المادي الذي لديها والإمكانيات، إمكانيات بسيطة إذا لم الدولة تسخر إمكانياتها والمجتمع المدني يقدم خبراته نستطيع، والمجتمع أيضا المجتمع اليمني بأكمله بكل مؤسساته ومكوناته القبلية والمحافظات وفي كل مكان نستطيع أن نمحي هذه الآثار التي زرعت، لأنه سيكون لدينا معاقين من هؤلاء الأطفال، معاقات جسدية وإعاقات ذهنية، يعني نحن بحاجة إلى أن نواجه هذا الأمر، ما لم سوف تتكرر هذه الأحداث في كل فترة، لأننا سنكون أمام تعبئة كما ذكرتي، التعبئة الطائفية، والتعبئة الطائفية سيكون لديها تعبئة طائفية مقابلة لها، وبذلك نعيش حالة من الصراع تستمر. لكن أنا أعتقد ما هي الآليات لهذه المعالجات إذا ما يعني تحدثنا بتفاؤل؟ نعم. لعودة الدولة مثلا، وعودة منظمة المجتمع إلى مجتمع المدني لدورها السابق، يعني كيف الآليات التي يمكن أن تساعد في التخفيف من على الأقل لآثار هذه؟ عندما يشعر الأطفال بالأمان، ويشعر الأطفال أنه لن تحدث تكرر هذه الأحداث، وسيبدأ الطفل يفكر في المدرسة وفي العمل وفي المستقبل وفي الأشياء الأخرى، لكن عندما يشعر أنه ما فيش نظام ولا دولة ولا قانون ولا قضاء ولا شرطة ولا جيش يحميه، سيظل في حالة ترقب، في حالة ثأر، استعداد لعملية الثأر. لذلك أنا أقول أنه وجود الدولة القوية، وجود القضاء القوي، ملاحقة المجرمين سيمحي هذه الآثار بأكملها، سيجعلنا ننسى كل شيء، يعني الأطفال، النساء، المجتمع اليمني بأكمله سيعود مجتمع مسالم، مجتمع يحب بعض، ستنتهي الفتنة، هذه الفتنة الطائفية، وسيتذكر حتى الحوثيين أنفسهم، سيعرفوا الخطأ الذي وقعوا فيه، وسوف يبدأون يعودوا إلى الحياة الطبيعية ويعيشوا كمواطنين عاديين، ولا يفكروا في عملية التمييز الذي يروها أو عملية إنه العمل المسلح للوصول إلى السلطة، ربما يعودوا كمواطنين في أحزاب، في تنظيمات، في حزب سياسي، لكنهم لن يفكروا مرة أخرى عندما يروا دولة قوية يفكروا إلى أن يعودوا إلى هذه الأعمال المسلحة. نعم، أيضا
جزء من آليات عودة يعني الدولة، أو بالأصح أيضا ترميم التصدعات الحديثة في نفسية الأطفال. تحدثت منظمة اليونيسف عن أهمية إعادة فتح المدارس للأطفال، وأن هذه الخطوة تعد أولوية بالنسبة لليونيسف والمنظمات الدولية. تحدثت عن أكثر من 1.5 مليون طفل خارج أسوار المدرسة بسبب هذه الحرب. إلى أي مدى يعني تعد هذه الأولوية بالنسبة لكم أيضا كمنظمات مجتمع مدني، وإلى أي مدى تعتقد بأنه يمكن فعلا تجاوزها خلال الأيام القادمة ونحن على أعتاب عام دراسي جديد؟ نعم، في كثير من بلدان العالم يعني عاشت حروب طويلة، يعني العراق ظل 8 سنوات في حالة حرب، وكانت المدارس والجامعات شغالة لم تتوقف، وبرغم أنه قصف بالصواريخ وقصف الطائرات وأشياء، لكن الحياة لم تتوقف والمدارس ظلت فاتحة. أهمية هذه الخطوة عندما يعود الأطفال إلى حياة طبيعية يشعر بالأمان، ما دام ندرس إذن الحياة الطبيعية ما عاد فيش مشاكل، يعني يشعر أيضا بالاندماج مع الآخرين، اندماج مع الآخرين، يخرج من البيت يذهب إلى المدرسة. لكن عندما يظل محبوس جالس داخل البيت، ليش؟ في حرب، في ظل هايس الحرب موجود عنده، لكن خروجه يوميا إلى المدرسة وعودته يشعر أنه الموضوع بسيط جدا، في أجزاء محددة في مناطق القتال ينحصر في أماكن محددة، أغلقت مناطق دراسة في مناطق ما فيش فيها أي قتال نهائيا، وتعمد الحوثيين على أن يغلقوا هذه المدارس كي يروا أنه يشعروا المجتمع بحالة الخطر، وأنه نحن نتعرض للعدوان، ولكن كان لم يستطيع أن يحققوا شيء من هذا الأمر، وإنما كانت الآثار الجانبية أو السلبية موجودة في حياة الأطفال وفي حياة المجتمع. صحيح. أيضا بالعودة إلى محورنا في المجتمع المدني ودور منظمات المجتمع المدني في هذا السياق العام، في سياق الحرب وتداعياتها، صدر مؤخرا عن الميليشيا بيان أو تعميم كما هو أمامي الآن بإيقاف التعامل مع كل منظمات التكافل الاجتماعي وجمعية الإصلاح الخيرية وجمعية الحكمة اليمانية ومنظمة فود ومنظمة رقيب ومنظمة مواطنة. ماذا يعني ذلك؟ يعني أن الحوثيين لا يقبلوا أي عمل مدني، هم لا يؤمنوا إلا بالعنف، لا يؤمنوا إلا بالعنف. يعني أي مجتمع أو جماعة تبدأ تسيطر على بلد وكذا تحاول أن ترسل رسائل تطمين، حتى أقل حاجة يعني خلونا نطمن شوية، لكن لا، يريدوا أن يقضوا على كل شيء بدني، يعني لا صوت يعلو فوق صوت البندقية. الأمر الآخر، حتى لما اطلعت على الوثيقة وصلتني بنفس اليوم عندما صدرت، يعني منظمة هود منظمة حقوقية، ما علاقة المدارس في ما علاقة أيضا المنظمات، يعني جمعية الصحة لا تذهب إلى المدارس توزع أغاثية. هذا دليل على حالة من التخبط، حالة من الانهيار تعيشها جماعة الحوثي. يعني منظمة هود ليش منظمة إغاثة؟ نحن منظمة حقوقية نرصد انتهاكات حقوق الإنسان ونتصدى لها، نحن قانونيين، ولا حتى منظمات رقيب ولا مواطنة، منظمات حقوقية نعم تصد. لكن هذه المنظمات مارست عملية رصد وأيضا تصدت لهذه الانتهاكات، فهم مش عارفين يعملوا لها إيش، ما يعني كأنهم يبعثوا رسالة يقولوا انتبهوا يعني إحنا. لكن أنا ضحكت لما قرأتها، يعني كانت بشكل فيها نعم. أيضا انضم إلينا في هذا النقاش ونحن نتحدث عن منظمات المجتمع المدني المحاصرة والملاحقة، وأيضا تعرضت لأشكال مختلفة من الانتهاكات، ينضم إلينا الآن أستاذ مصطفى نصر رئيس مركز الإعلام الاقتصادي من القاهرة. مرحبا بك أستاذ مصطفى. أهلا وسهلا أستاذ أسوان وبالمشاهدين الكرام وضيفك الكريم. مرحبا أستاذ مصطفى، وأنت واحد من يعني أبرز الناشطين الحقوقيين بشخصك طبعا وبالمنظمة التي يعني تمثلها، وقد صدر مؤخرا عن المركز الإعلامي الاقتصادي تقريرا حول انتهاكات يعني الميليشيا في البلد. بداية لخص لنا أبرز ما جاء في هذا التقرير. في الحقيقة أنه التقرير أظهر أن هناك تصاعد كبير في الانتهاكات التي ارتكبتها جماعة الحوثي ضد الإعلاميين والحريات الإعلامية بصورة عامة. أكثر من 87 حالة انتهاك خلال الشهرين الماضيين، تنوعت بين اقتحام مؤسسات وحالات اعتقال وإخفاء قسري للإعلاميين، وأيضا إصابات وغيرها من الانتهاكات المتنوعة التي ارتكبتها هذه الجماعة خلال الشهرين الماضيين، وهي تضاف إلى سجل الانتهاكات السابقة لتشهد الحريات الإعلامية الحقيقة أقصى أنواع الانتهاكات منذ بدء المرحلة أو العملية الديمقراطية في اليمن قبل 25 عام. جماعة الحوثي ارتكبت العديد من الانتهاكات، حتى أن لم يتبقى من الصحف الصادرة في صنعاء والمحافظات التي تسيطر عليها
سوى الصحف التي تواليها، وأيضا كذلك القنوات تم ملاحقتها واقتحامها. استمرت الملاحقات حتى لنشطاء التواصل الاجتماعي الفيسبوك وغيرها، وأيضا يضاف إلى الانتهاكات فيما يتعلق بقطع الإنترنت، وأيضا بالملاحقات فيما يتعلق بكثير من جوانب الحياة المعيشية للإعلاميين، حتى أنه يعني في الجانب الصحفي فقد أكثر من 350 صحفي لمصدر دخلهم جراء ملاحقة وإغلاق ومداهمة الصحف والقنوات وغيرها، ناهيك عن من تم إنهاء التعاقد معهم بالمؤسسات الإعلامية الرسمية في الفضائية على سبيل المثال، لوحدها أكثر من 500 عامل من العاملين معظمهم من الإعلاميين أيضا تم إلغاء التعاقد معهم، وناهيك عن كثير من المؤسسات الحقيقة التي تعرضت للملاحقة والإقصاء وأيضا للإغلاق. نعم، أيضا مركز الإعلام الاقتصادي واحد من هذه المنظمات والذي تعرض مقره للنهب مؤخرا بعد أن كان قد تم يعني احتلاله قبل فترة، إلى جانب الدور الذي تقوم به أنتم كمنظمة الآن ومن رصد وتوثيق لهذه الجرائم، ما هو الدور الذي يمكن أيضا أن تقوم به منظمات المجتمع المدني للتخفيف من وطأة هذه الجرائم الحادثة في البلد إلى جانب الرصد والتوثيق؟ في الحقيقة أن المنظمات المجتمع المدني والإعلام كان أول الجهات التي تم الاعتداء عليها خوفا من رصد الانتهاكات التي حدثت يعني بعد ذلك في المحافظات التي اجتاحتها جماعة الحوت، ودفعت منظمات المجتمع المدني الثمن بما فيها منظمتنا التي تم اقتحامها من قبل مسلحي جماعة الحوت، وأيضا بعد ذلك نهبها بالكامل، كذلك أيضا كثير من المؤسسات الإعلامية. أنا أدعو كل منظمات المجتمع المدني الحقيقة أن تقف تجاه هذه الانتهاكات وثقها، تعري هذه الانتهاكات المستمرة، وللأسف الشديد أيضا أن كثير من منظمات المجتمع المدني أيضا تشعر بالخوف، كثير من نشطاء حقوق الإنسان أيضا يشعرون بالخوف على حياتهم لا سيما المتواجدين في صنعاء وفي المحافظات التي سيطر عليها الميليشيات، فكل من بدأ ينشط أو يرصد أي انتهاكات يعني هذه الجماعة تقوم بأبشع الممارسات تجاه الأشخاص في هذا الجانب، وهم يمارسون ضغوط كبيرة، عدد قليل منهم الذين استطاعوا أنهم فعلا يرفعوا أصواتهم، لكن ومع ذلك هذا لا يعني أن هناك رضا، هناك حالة من الغضب، حالة من الاستياء الشديد حتى في المناطق التي سيطر عليها، لكن حالة الخوف أيضا موجودة لدى كثير من المنظمات، لا يعني هناك حالة رفع صوت من قبل الإعلام والإعلاميين، هذا يعني كون الإعلاميين أيضا في المقدمة وهم عين شعب كما يفترض، لكن المنظمات المجتمع المدني تواجه العديد من الانتهاكات خلال المرحلة الراهنة. نعم، بطبيعة الحال هي المنظمات تعرضت لكثير من الانتهاكات، لكن يعني هل تعتقد بأن صمت عدد كبير أيضا من المنظمات، يعني كنا نتحدث عن أكثر من 12 ألف منظمة في البلد، صمت هذا العدد الكبير من منظمات حيال كل هذه الجرائم التي تعرض لها يعني الدولة بشكل عام بمؤسساتها وبمدنيينها وبمنظماتها، هل هو مبرر بالنسبة يعني لك كناشط مدني؟ تقصدي مبرر صمت العديد من المنظمات التي هي نعم. كثيرة إذا صمتها حيال كل ما يحدث في البلد؟ كما قلت لك يا هناك يمكن أن نفرق بين عدد من المنظمات، هناك منظمات الحقيقة تابعة لجماعة الحوثي وللرئيس المخلوع علي عبد الله صالح وانحازت لهما منذ البداية، وهناك منظمات تم مداهمتها ومحاصرتها ومضايقة كل من يعمل فيها، وهذه الذي وقفت بقوة أمام هذا التحالف الذي سيطر على الدولة وحول كل المؤسسات تحت سيطرة الميليشيا، وهناك منظمات الحقيقة يعني صمتت أو انكفأت، وهذا الانكفاء لا يعني تبرير أو وإنما يمكن أن تسميه خوف أو فقدان أيضا لمصادر التمويل، لأنه كما تعلمين أنه عندما سيطرت ميليشيا الحوثي أول ما عملت عليه هو إخراج كل المنظمات الدولية العاملة في اليمن وجعلتها
تحت عينها وسمعها وبصرها، وهذا شكل أيضا تهديد لأهم مصدر من مصادر الدعم لمنظمات المجتمع المدني التي تنشط بدعم دولي. تلقى عدد محدود من المنظمات، لكن نحن نقول أن هذه المنظمات أيضا هي ليست راضية عن ما يحدث، هي تقع تحت سلطة هذه الميليشيات وتعاني من الخوف وحالة من الابتزاز، لكن لا يعني أن هذه المنظمات هي راضية عن هذه الحالة. نعم نعم أستاذ مصطفى نصر، يعني فكرة واضحة، شكرا جزيلا لك ولمداخلتك معنا. أستاذ مصطفى نصر من رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. أستاذ عبد الرحمن، يعني الكثير يتساءل لماذا غابت فكرة تكتلات منظمات المجتمع المدني لمواجهة هذا العمل الميليشيوي في البلد. سمعنا عن عدد كبير أو يعني تجارب مختلفة حول تكتلات المجتمع المدني، اختفى هذه التجربة في الظرف الذي كانت البلد أحوج ما يكون فيه إليه. نعم. لماذا؟ التكتلات اللي كانت موجودة مثلا على سبيل المثال الشبكة اليمنية لحقوق الإنسان، كانت فيها ائتلاف مجتمع مدني، فيها 7 منظمات تقريبا، منظمتين او 3 راحت مع الحوثي، يعني استطيع ان اقول انه المجتمع المدني حصل له نوع من الشتات. افراده اما معتقلين اما هاربين اما غادروا الوطن بسبب الملاحقات، فيحتاج الى وقت حتى يعيد ترتيب صفوفه ويعود مرة أخرى على شكل هذه التكتلات. لكن الشيء الجميل أنه لاحظت التكتلات اللي أصبحت أشبه بالمبادرات الفردية، أفراد من منظمة كذا مع أفراد منظمة كذا، فتشكلوا مثلا الفريق القانوني الذي يتابع قضايا المعتقلين وقضايا التعذيب وعملية الرصد، شكل فريق قانوني في صنعاء ويعمل باسم الفريق القانوني لمتابعة قضايا المعتقلين. هؤلاء كلهم هم أفراد من جميع المنظمات يعملوا في هذا الفريق، فأصبحت المبادرات الذاتية والفردية يعني لشباب والقيم المشتركة التي جمعت. نعم. يبدو أفراد ومنظمات. أيضا من جانب آخر، كيف يمكن استعادة، أنت تحدثت عن عودة ترتيب المنظمات. نعم. هذه لصفوفها في الداخل، أيضا كيف يمكن إعادة ثقة الناس بهذه المنظمات بعد أن اعتقد عدد كبير من الناس أو يعني من اليمنيين بأن هذه المنظمات تخلت عن دورها الطبيعي في الوقت الذي كان عليها أن يكون صوتها مرفوع؟ على المجتمع المدني أن يثبت للمجتمع ويعود مرة أخرى ويمارس عمله يعني بصدق وبحياد. وأعتقد أنه أصبحت عدن اليوم محررة، ويمكن للمجتمع المدني اليوم ينطلق من عدن بدل المتواجدين اليوم خارج الوطن من المنظمات، عليهم العودة وفتح مقرات منظماتهم داخل مدينة عدن، ويمكن أن يمارسوا النشاط على مستوى اليمن بشكل عام، سيكونون أقرب أكثر قربة من الواقع وأكثر يعني سهولة عملية الاتصال فيما بينهم وبين أفرادهم في المناطق التي لا زالت تحت سيطرة جماعة الحوثي، بالإضافة لأنه المرحلة القادمة ستكون مرحلة حرجة بحاجة إلى وجود المجتمع المدني كمراقب. يعني نحن نتوقع أنه مرحلة صراع إن استمرت، وهذا ما أعتقد أنه جماعة الحوثي ربما ستستمر في مواجهة المقاومة التي اليوم أصبحت تحقق انتصارات، جماعة الحوثي لن تفكر في عملية الدماء كما فكر السابقون قبلها، انسحبوا بهم بعشرات الآلاف من أجل أن لا تحدث الكارثة ويحصل الصراع وتتحول المدن أو الجسم إلى عملية حرب شوارع. جماعة الحوثي مستعدة أن تضحي وأن تواجه بأولاد الناس، يعني هم الآن أولادهم أصبحوا خارج اليمن، أولادهم يدرسوا في جامعات. هي أيضا واجهت بأبناء الناس في الميدان، وواجهت بمنظمات على الصعيد الدبلوماسي. نعم. والدولي. صحيح. والحقوقي، هذه المنظمات. صحيح. التي انحازت للميليشيا كمنظمات يعني ذات قيمة كانت في المجتمع وشخصيات يعني عرفت بتاريخها الحقوقي في البلد، انحيازها إلى الميليشيا في هذه اللحظة التاريخية، كيف يمكن أن تشوش على صورة المجتمع المدني يعني مستقبلا؟ أنا أعتقد أنه يعني لن تشوش بالقدر الكبير، لأنه هؤلاء عرفوا بانتماءاتهم لجماعة الحوثي، يعني هم يدافعون في قضاياهم وفي عملهم في كذا، يعملوا تحت راية جماعة الحوثي منذ فترة طويلة، يعني لو جبنا ولا نريد أن نذكر أسماء. لكن أنا أقول أنه المجتمع المدني الصادق هو الذي سيعيد نفسه، وهو الذي سيعيد ثقة المجتمع فيه من خلال تبنيه لقضايا المجتمع. اليوم نحن سنكون أمام عشرات الآلاف من الانتهاكات التي حدثت للمجتمع، سيكون أمامنا الجريح، سيكون أمامنا الشهيد واليتيم، من سيدافع عن حقوق هؤلاء؟ المجتمع المدني يجب أن يثبت عندما يدافع عن، سيكون لدينا التاجر الذي تضرر والذي أفلس
يعني الشركات التي نهبت، من سيدافع عن حقوق هؤلاء؟ سيكون لدينا أموال ومؤتمرات دولية لإعادة إعمار اليمن، من سيراقب على عملية صرفية هذه الأموال وتعويضات الناس غير المجتمع المدني الصادق؟ وبذلك أمام المجتمع المدني اليمني الصادق فرصة أن يثبت لليمنيين بأنه لا زال معهم ولا زال يتبنى قضاياهم ولا زال يحمل همومهم. ويعتقد أنه يعني هناك أشياء مشجعة، لدينا جيل من المناضلين في المجتمع المدني، وأنت أستاذة أسوان كنت ضمن الفريق المجتمع المدني الذي كنا سوا في الميدان، تعرفينهم جيدا كيف يعني يعمل كثير من الشباب وهو لا يجد في جيبه حق المواصلات. قبل أن يتم تشريدنا في الخارج، لكن الآن إذا ما تحدثنا عن خيارات المجتمع المدني في هذه اللحظة، يعني في هذا التوقيت والحرب لا زالت دائرة والاجتياح لا زال مستمر، ما هي البدائل التي يمكن أن تعمل فيها منظمة المجتمع المدني لتقوية دورها الآن بالتوازي مع دور المقاومة في الأرض؟ أنا أعتقد أنه المجتمع المدني يجب أن يعمل بحيادية تامة، يعني حتى إذا حصلت أي أخطاء من قبل المقاومة الشعبية يجب أن يتحدثوا عنها، ويجب أن يتواصلوا مع يعني يعرفوا كثير منهم يعرف قيادات المقاومة، يجب أن يتواصلوا معهم ويعني ينبههم إلى هذه الأخطاء، ويجب أن ترصد هذه الأخطاء، برغم أنه المقاومة الشعبية رأينا إخلاقياتها عندما قبضت على كثير من الأطفال، وأنتم عرضتم أطفال في عدن كيف يتعاملوا معهم، كيف غيروا ملابسهم، ملابسهم ملابس نظيفة، لما رأيتهم ما صدقت أنه هؤلاء من جايين من اللي كانوا يحملوا السلاح وهم متسخين وملابسهم مقطعة وممزقة وفيها آثار القات والشمة والأشياء، لكنهم أعطوهم نظفوهم ولبسوهم لبس جميل ويعني أعطوهم الأكل وأصبحوا يتكلموا بلغة أخرى. نحن جينا قالوا أنه قاتل الدواعش ما وجدنا دعاوش، لقينا إخواننا ولقينا أحبابنا ولقينا المشعبنا على لسان الطفل، يعني إذا ما لاحظت حديثه عن السنة وتكراره لهذه الكلمة في أكثر من عبارة وأكثر من سياق، وكان يعني وكان واضح جدا التعبية الدينية التي تم تعبيته عليها قبل توجيهه إلى الحرب. سوف ننهي الآن النقاش. أستاذ عبد الرحمن أشكرك جزيل الشكر، كنت معنا في هذه الحلقة من المساء اليمني، كما أشكركم أعزائي المشاهدين متابعتنا في هذه الحلقة، في أمان الله.